نحن خريجين كليات العلوم نطالب بالتدرج الوظيفي، اريد بس تعيين. يعني هسه انا خريج 2012 ولي حد الان، وراح اطب 2020 واحنا تعيين ما محصلين. يعني هذا موضع، يعني وزاره الداخليه احنا تطلبنا يعني لا كيمياويين لا بيولوجيين لا تحليلات لا تقنيات، يعني هاي كلها واحنا ما محصلين لا تعيين، لما جماعه الواسطات غيرها ماكو. يعني هذا موضع الى متى؟ يعني خريج 2009 قاعد، 2010 قاعد، وهسه 2020 راح تيجي واحنا تعيينات ما محصلين، الى متى؟ يعني وزاره الصحه ما تطلبنا، وزاره التخطيط ما تطلبنا، وزاره الخارجيه ما تطلبنا، وزاره الداخليه ما... وكلها بها مختبرات. هسه حتى وزاره التربيه عندهم مختبرات بالمدارس ما يفعلوها، لان الى متى احنا نبقى هيك؟ الى متى؟ اللي عنده عائله واللي برقبته اطفال واللي برقبته ايجار الى متى؟ يعني اكو ناس حتى زواج ما متزوجه والله تعيين ماكو، يروح يخطب ما حد ينطي، يعني هذا مو وضع هذا، الى متى؟ بس اريد اعرف، يعني حكومه الى متى تبقى نايمه؟ ما تدرب هاي الخريجين وهاي كليات العلوم اللي دا يصرفون عليهم مليارات، يعني الاجهزه اللي موجوده عندهم يعني ما موجوده مكان ثاني، ورغم هذا دا يخرجون ويقعدون على طالب وطالب، يعني هذا مو حل والله العظيم. احنا نطلب حتى من التدريسيين يوقفون ويانا، حتى على الاقل يشوفون صوره حل. احنا راح نبقى معتصمين، راح نبقى معتصمين الى ان نحصل حقوقنا، يعني حق ولا حق من حقوقنا احنا محصلينه. يعني نقابه علوميين ما مسوينه، يعني تعيينات احنا حالنا حال بقيه الاقسام ما محصلين، حالنا حال بقيه الكليات ما محصلين، يعني كليه العلوم اللي هي الوحيده المهمشه ومهموله من باقي الكليات. يعني احنا نطالب من الحكومه يشوفونا صوره حل. احنا خريجين العلوم منذ 2015 الى حد الان، احنا نطالب وزارة الحكومة بتخصيص درجات وظيفية لنا. مع العلم احنا اقسام متعددة، اكاديمية، اقسام صحية، اقسام تدريسية، ماكو يعني الاقسام الصحية مثلا لا ما تجاوز وزارة الصحة، الاقسام العلمية ما تشملها تعيينات وزارة التعليم العالي، كذلك الاقسام التدريسية تعتبر اقسام سانده في وزاره التربيه. يعني حاولنا نعدل قانون التدرج الطبي لشمول الاقسام الصحيه بالتعيين المركزي، وصلنا الى مجلس البرلمان وقرا القانون قراءه اولى ثم قراءه ثانيه لغرض شمول هذه الاقسام، بس مثل ما تعرفون ماكو تطبيق على ارض الواقع، والقانون لحد الان لم يقر، ومماطلات وتسويف من قبل النواب منذ الدورة السابقة ولحد الدورة الحالية. هاي أولا. بالنسبة لبقية الأقسام، أقسام علمية وأقسام نفطية أيضا مثل قسم الجيولوجي، قسم الكيمياء، غيرها من الأقسام، هذه أقسام المفروض تشملها تعيينات المركزية بوزارة النفط أيضا. يعني ماكو مطالبات منذ 3 سنوات، هذه المطالبات وماكو يعني مد مسؤول او وزير يطلع او يقول احنا نستجيب لمطالباتكم. هاي صار تقريبا ب3 سنوات، يعني احنا نظل معتصمين لحد ما تستجيب الحكومه الى مطالبنا، ويعني نحتاج امام الوزارات المعنيه، وزاره الصحه، وزاره النفط، وزاره التعليم العالي ان شاء الله. احنا قدمنا مقترحات، زرنا عده نواب بكل المحافظات، عندنا ممثلين بكل المحافظات، كل ممثل محافظه يزور نواب محافظته من اجل تقديم مقترحات والحلول ايضا اللي عندنا نعطيها لهم، مجرد هم يطبقوها، بس استجابه فقط ورقيه، فقط كتابنا وكتابكم، ماكو تطبيق على ارض الواقع. يعني هسه مثلا هذا قانون تعديل، هذا قانون التدرج الطبي، لحد الان هذا القانون مجرد تسويف، يعني جمعت 100 توقيع من قبل النواب، 100 توقيع، ولحد الان قراءه اولى في ذيك الدوره، قراءه ثانيه وماكو تصويت عليه بسبب انشغال النواب بدعاياتهم الانتخابيه بذيك الدوره. والان نامل الامل ضعيف، بس نامل من نواب البرلمان
ان يصوتون على هذا القانون ويشملون الاقسام الصحيه بهذا القانون، وكذلك نسبه 5% او 10% من تعيينات وزارات الدوله للاقسام غير الصحيه البقيه. اليوم طلعنا بوقفه ان شاء الله، نريد نطالب عندنا حقوق. طبعا من 2012 لحد الان احنا نطالب. فاليوم عندي كلمه اريد اوجهها للدكتور عادل عبد المهدي. الدكتور عادل عبد المهدي قبل سنه قبل ما يصير رئيس وزراء كان متضامن ويانا يعني، ونشر كان ينشر على حساباته انه العلوم وهم مظلومين وهم طاقه والدوله لازم تستغلهم. انا اريد اوجه له كلمه للدكتور عادل عبد المهدي من خلال قناتكم. اقول له دكتور، انت قبل سنه قبل ما تصير رئيس وزراء كنت متضامن ويانا، هسه صرت رئيس وزراء، هذا كلامك وين؟ اريد 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 توضيح، اريد حل. احنا الى متى نظل بهذا الوضع؟ اريد حل يا دكتور عادل عبد المهدي، وان شاء الله ما تقصر ويانا، انا اريد حل، واحنا مستعدين نقبل اي شيء، اي 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 قرار انت تتخذه يكون مناسب بحقنا. بصراحه مثل ما تشوفين هاي الخريجين طالعين، يعني صارلهم صار تقريبا من 2013 ولغاية الآن بدون تعيينات بدون وظائف، نشتغل شغلات بالقطاع الخاص، يعني يمكن كنا شهاداتنا أعلى من المكانات اللي نشتغل بها. الشغلة الثانية بصراحة ملينا يعني من المناشدات وملينا من لقاءات النواب، يعني أنا ممثل عن كربلاء، ملتقي بأكثر من نائب وأكثر من مسؤول، وماكو حل بصراحة، وعود كاذبة. ايوه ونسوي لكم وهذا، وقانون اهم شيء قانون التدرج الطبي اللي وصلنا به لمرحله التصويت، نقرا قراءه اولى ونقرا قراءه ثانيه، وصل مرحله التصويت وما صوتوا عليه نتيجه عدم اكتمال النصاب. فاحنا الشغله الثانيه، الدكتور عادل عبد المهدي قبل لا يصير رئيس وزراء مثل ما اشوف هذا المنشور مالته، احنا هسه مسوي بوستر، قال يعني انا لو كنت مكان كليات العلوم كان طلعت مظاهرات وكان طالبت بحقي وما سكتت. زين انت يا دكتور من هسه صرت رئيس وزراء عندك منصب قوي، ليش ما التفت لنا؟ وهواي ناشدناك وهواي حكينا وياه بالفيس وبعده صفحات وعده وسائل، حاولنا بس نوصل له، وهسه احنا بس نريد نوصل فد لقاء، يعني يسوي لنا على الاقل فد لقاء وياه يلتقي بينا يشوف مطالبنا. احنا ما عندنا فد يعني مطالب قويه، وعندنا حلول، يعني ما راح نكلف الدولة مو بس على تعيينات حكومية، يعني نوفر مثلا القطاع الخاص، نفعل الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص وخلينا نشتغل بالقطاع الخاص، افسح مجال للمستثمرين خلي يجون يستثمرون بالعراق. هواي تستقطب، هواي عندنا اختصاصات طبية وعندنا اختصاصات يعني تشتغل بالنفط وعندنا اختصاصات، يعني عدة اختصاصات بالعلوم موجودة. فاحنا نريد بس اولا نفعل القطاع الخاص، ثانيا صوتون على التدرج الطبي، قانون التدرج الطبي واصل مرحلة التصويت، فقط التصويت. زين الشغله الثالثه نقدر نفعل مختبرات بالمدارس. زين هاي هم راح زي تاخذ طلاب من الكليات، يعني هاي مطالبنا ونتمنى يستجيب لها. نتمنى يعني هسه احنا عايفين محافظاتنا وعايفين اشغالنا وعايفين هاي في سبيل شنو؟ في سبيل بس نحصلنا في وظيفه بهالدوله هذه. والله احنا يعني ان شاء الله مستمرين بالتظاهر، لان صراحه قلت لك ملينا، يعني ماكو باب ما طرقناه، يعني ما عندنا حل هسه غير التظاهر. يعني انت ككلية علوم وبصورة عامة انه جاي تتخرج ويقعد بالبيت، يعني كلية ما منها فايدة صايرة صراحة، لان انت خريج من تتعب في مدة او تعب في 16 سنة تدرس انت وتالي ما تالي تعين، شنو فايدة دراستك؟ احنا نطالب مثلا ابسط شيء التعيين، اشوة انه الكليات الاهلية التقنية كمعدل يعني خريج سادس معدل 50-60 اجاهم تعيين مركزي، صار ليش ما بيش احسن من عندنا التقنية الاهلية؟ الحكومة اوكي انه حكومي ودراسة حكومية جيد، بس ابو الاهلي بيش احسن من عندي؟ اول شيء دراسته مو نفس دراستي، ثاني شيء احنا حكومة هو اهلي، وحتى المسائهم تعيين اهلي، فماكو يعني حقوق، يعني بس هاي لان مدعومة من سياسيين او الكليات الاهلية تابعة الجهات فسوالهم. احنا نطالب حق بسيط يعني من حقوقنا انه التعيين. انا هسه مثلا داوم اجور بغير مكان، اصلا شهادتي ما معترف بيها، يعني داوم بالصناعي يقول انا شو اسوي بشهادتك؟
ادام على 250 الف بس قلت ايش شهادتك انا؟ انت حالك الان بدوامي حال اقرا ولا اكتب بس، فشهادتي ما مستفاده منعته، وانا جاي هنا عسى ولعل انه احد شريف بيهم يسمعنا بس ما والله عادل عبد المجيد هو توه يعني استلم، بس احنا قبل الولد وصلوا وياهم وهسه هم متواصلين ويا الدكتور قتيبه اللي مسؤول عن بالصحه، فهم يحكون بس الدوله ما تاخذ منعته حكايه مضبوطه. صارك تنفيذ لا لا كل شيء ما صار اي تنفيذ، بس وعود ووعود يعني مثل ما تقول مغذي، شكلون مغذي بس يعني وعود ما نقول كاذبه بس روتينيه. ماكو اي شيء ملموس. هي هذه تظاهره يعني مبدئيه سلميه، بس ان شاء الله اكو يعني خطوات يعني هسه سابق الاوانه، بس ان شاء الله خطوات اقوى وان شاء الله تنفذ، لان ما نبقى هيك احنا الاف مؤلفه قاعده بالشارع انه يا اما يشتغل. انا بالنسبه لي يا صديقي الرابع على الدفعه معدل 81 من الكليه جاي يشتغل في فرن، يعني مو حرام هذا؟ احنا بصراحة في الدورة البرلمانية السابقة كان لنا شو اسمه ممثلين في جميع المحافظات، والتقينا بأغلب أعضاء البرلمان في الدورة السابقة، وقدرنا نوصل إلى أحد وصلنا إلى البرلمان العفو واتقوا بينا وأطلقوا قانون تعدد درجة طبي، ولكن قراءة أولى قراءة ثانية ولكن لم يصوت عليه ورحل الى الدوره الحاليه. احنا مطالبنا هي كالاتي: اول شيء اكمال قانون تعديل التدرج الطبي سنه 2000 لشمول خريجي كليه العلوم بالتعيين المركزي، ثانيا تعيين نسب ثابته بجميع الوزارات وان كانت 5% لان كليه العلوم تشمل جميع الاقسام وممكن على العمل في جميع الوزارات. ثلاثه فتح المختبرات في المدارس الابتدائية والثانوية سواء كانت حكومية أو أهلية وشمول فقط خريجي العلوم للعمل في هذه المختبرات لضمان شنو عدم تنافس كليات التربية فيها. النقطة الأخيرة السماح لخريجي كليات العلوم المساهمة بالدورات التي تقيمها وزارة الصحة واللي بعدها تمنح إجازات العمل في القطاع الخاص أو فتح مختبر. النقطة الأخيرة التسريع بإنشاء نقابة والسماح وتسهيلات لنقابة العلوم، لأن مثل ما تعرفون لحد الآن نقابة كلية العلوم بدون نقابة. وبالإضافة إلى إحنا نطالب بمقابلة للسيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لأن بصراحة إحنا ملينا بكثر من التقاء بالنواب ونائب يذبنا على نائب صراحة ووعود كثيرة وحكي كثيرة، بس بصراحه ما قاعد نجي اي حل بصراحه. كان داعم لكن هذا الحكي قبل ما يصير رئيس الوزراء، يعني قبل ما يصير رئيس الوزراء كان داعم لنا وكان له تغريدات وكان له شو اسمه ضم صوته الى صوتنا، ولكن الان تسلم رئيس الوزراء لحد الان لم يحرك ساكن بصراحه، وبقت قضيتنا مهمشه ومن السقوط لحد الان خريجي كليه العلوم لم يتح لهم التعيين المركزي. زين وبقوا يعانون والاف الخريجين كل سنه، بالاضافه انه قاعد مثل ما قاعد نشوف بالسنوات الاخيره فتح المجال للكليات الاهليه واحنا الخريجين كليات العلوم اللي من السقوط لحد الان باقين بدون تعيين. احنا خريجي كليات العلوم لسنوات عديده من 2000 من سنوات النظام السابق ولحد الان. قانون تدرج طبي تم التغيير به في نظام البائد ونطالب الان في تعديله لضمن قانون تدرج طبي لضمان تعييننا لضمان شمولنا بالتعيين المركزي كحالنا كحال كليات اخرى. نطالب بالتعيين المركزي في وزاره الصحه ونطالب كذلك بالغاء كلمه كليه سانده. نحن ليس كلنا كليه سانده، نحن خريجي كليه علوم رأست المختبرات في وزاره الصحه خريج اختصاص علوم بيولوجي، فكيف خريجي علوم لا يتم شمولهم بالتعيين المركزي؟ نطالب بشمول التعيين المركزي لكلية العلوم الأهلي والحكومي كأسوة بإخوتنا التقنيين الحكوميين والأهليين كذلك. كخريجي كلية علوم كذلك في ليس فقط في وزارة الصحة، يتم تعييننا في وزارة التربية كمدرسين وكذلك كمختبريين على الأدوات الكيميائية، وكذلك يتم تعييننا في وزارة الصحة
صناعه الكيمياء، وكذلك يتم تعييننا في وزاره البيئه، ويتم تعييننا كذلك في وزاره الصناعه، وزاره النفط كذلك، ووزاره البيئه، لان شمو تعييننا يعني الان تعيين اكثر من وزاره، مع ذلك لا يتم الاستجابه لنا. طرحنا قانون تدرج طبي على دكتور قتيبه وعلى دكتور الرزاق وعلى اكثر اعضاء مجلس النواب، لا يتم الاستجابه لنا، مجرد انه استجابه ورقيه لنا فقط. يتم وسوف سيتم وسوف يتم وسوف يتم وسوف يتم، وكذلك لا يتم الاستجابه لنا، مجرد انه وعود شفهيه لا اكثر ولا اقل. تصل الى مجلس النواب لا يتم تدريس له، ولا حتى يتم اصلا ادراجه، ولا حتى يتم ذكر شيء له. كانت موجوده سابقا مختبرات لطلاب المدارس الابتدائيه والمتوسطه والاعداديه لمختبرات الكيمياء والاحياء، ولا يتم تفعيلها لحد الان. نطالب بتفعيل هذا الشيء ليتم شمولنا بالتعيين به. اخوتنا بقيت خريجي كليات اخرى لا ولكن لا يتم منافستنا من قبل خريجي كليات اخرى، هذا فقط لخريجي كليات العلوم. في حال استجابه الحكومه اكيد تتوقف التظاهرات وناخذ حقوقنا، كذلك الحقوق تؤخذ ولا تعطى. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا خريجين كليات العلوم، شباب خريجين معطلين من سنين، يعني هاي الشريحة مظلومة. بالدورة السابقة طالبنا مجلس النواب بتعديل قانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000. انقرأ قراءة أولى بالبرلمان، قراءة ثانية وصل للتصويت توقف القانون. نطالب البرلمانيين بهاي الدورة أنه يقرون قراءة ثانية ويحسبون نسبة لكليات خريجي كليات هاي العلوم للتعيين المركزي، بالإضافة مو فقط الصحة، نحن نطالب احنا التربية، وزارة الصناعة، وزارة خريجين الكليات العلوم، ممكن أغلب وزارات الدولة تستقطبهم. شباب معطلين، يعني أنا أحكي لك خريج 2011-2012، صار لي 7 سنوات عاطل عن العمل بدون أي وظيفة. نطالب وزارة التربية، بالتحديد وزارة التربية ممكن أن تستقطب خريجي كليات العلوم، تفعيل دور المختبرات بوزارة التربية. أغلب وزارات، حتى وزارة الدفاع والداخلية ممكن أن تستقطب هاي الخريجين من كليات العلوم. تظاهراتنا مستمرة التظاهرات لكل جمعة قادمة إن شاء الله. إحنا واقفين هنا بساحة التحرير نطالب بمطالب مشروعة، لأن هاي الشريحة مظلومة، وإن شاء الله نتأمل من الدكتور عادل عبد المهدي انه يلتفت لهاي الشريحه من الخريجين، وان شاء الله تتغير الاوضاع ويحسبون لنا نسب التعيينات بكل وزارات الدوله ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا خريجي كليات العلوم جينا اليوم نطالب حقنا بالتعيين، اسوة بقية الكليات، يعني باقي الكليات هم تعينوا واحنا اصحاب معدلات عاليه. يعني عندنا نقطتين يعني اساسيات. النقطه الاولى انه تعيين مركزي، النقطه الثانيه تعديل قانون التدرج الطبي لسنه 2000 رقم 6. بعد اكو نقطه ثالثه اللي هي يعني الدوله او الحكومه تريد من يمنا انه نتجه الى القطاع الخاص. اذا اكو قطاع خاص، ها مثلا انا كخريج كليه علوم كيمياء شريد اريد اتعين او اريد افتح مختبر، زين اذا افتح مختبر احتاج شهاده او اجازه فتح مختبر، اجازه فتح المختبر هاي ما اقدر احصلها الا اذا اتعين، زين اذا هو تعين موت بهاي الحاله شلون؟ فاقترح انه على وزاره الصحه سوي امتحان، مو فقط الاصحاب الماجستير، حتى البكالوريوس هم يسوي لهم هذا الامتحان، يعني اللي ما متعينين. يعني ليش ابو البكالوريوس اللي متعين ها تمتحنه وتعطيه اجازه، بينما اللي ما متعين ابو البكالوريوس ما يستحل هذا الامتحان. يعني لو فتحت هذا الامتحان الاصحاب البكالوريوس راح هواي انه تصير فرصه عمل لهم. يعني ابو البكالوريوس ما يقدر يفتح مختبر اذا ما عنده اجازه، صح لو لا؟ هذه الوقفة الاحتجاجية لنقابة الكيمياء العراقيين هي للمطالبة بالعلوميين بحقوق العلوميين خريجي كليات العلوم الكيمياء والبيولوجي والفيزياء من غير المعينين. أولا لهم الأولوية لكونهم يرفضون كل الوزارات العراقية بالكفاءات، إضافة إلى
منح المخصصات المهنية لنقابتنا نقابة الكيميائيين العراقيين التي أقرت سنة 1985 وحجبت عن هذه النقابة وعن هذه الشريحة في حين هنالك شرائح تقوم بأخذ هذه المخصصات. لذلك من هذا المنطلق خرجنا لنطالب بهذه المخصصات التي سئمنا من الوعود من خلال مخاطباتنا ولم نجد أذان صاغية، وإن شاء الله تتحقق مطالبنا في وقفات أخرى واحتجاجات أخرى. النقابة تطالب بحقوق الكيميائيين من خريجين كليات العلوم وكذلك الفيزيائيين والبيولوجيين لحقهم في التعيين المركزي أولا، ثم نطالب بشمولهم بالمخصصات المهنية التي تم حجبها من عام 2003 والتي أقرها القرار 939 لعام 1985. نطالب دولة رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي المحترم، واحنا نتوسم به الانصاف والحكمه والعداله لهذه الشريحه المظلومه التي عانت وما زالت تعاني من الاجحاف بحقوقها سواء في دوائر الدوله او على صعيد الخريجين الغير معينين. نطالب دوله رئيس الوزراء، وقد حررنا كتاب موقع من نقيب الكيميائيين العراقيين بالمطالبه بالمخصصات المهنيه. يعني تهميش من ناحية المخصصات المهنية اللي موجودة بالشركات والوزارة. أغلب الأساس البناء للشركات النفطية هو عبارة عن الكيمياوي والفيزياوي والجيولوجي والبيولوجي. احنا عندنا الكيمياوي يعمل بالمختبر ويعمل بالبروسيس، وعندنا بالجيولوجي يشتغل بالحفر، وعندنا البيولوجي يشتغل بالبيئة. فذن كلية احنا عبارة عن سلسلة نكمل بيها وزارة النفط. نتمنى ونطمح من سيد رئيس الوزراء بإطلاق المخصصات المهنية الخاصة بكلية العلوم، راجين ذلك، ونتمنى أن تكون هذه وقفة خير إن شاء الله، ونتمنى من الجايات أيضا وقفات كثيرة لحين الحصول على مطالبنا. نحن شريحة البيولوجيين العراقيين المنتسبين إلى وزارة الصحة ودوائر الدولة الأخرى، كان في السابق مخصصات البدعه اعلى مخصصات موجوده في الدوله العراقيه، وذلك لتعاملنا مع المواد البيولوجيه الحيه، ولكن الان نحن متساوون وبل واقل من حقنا الموجود. وبالاضافه الى ذلك فان مخصصات المهنيه لا توجد لدينا، بينما توجد في خريجين كليات الهندسه والبقيه. لذلك نتوسم بالدوله العراقيه وخاصه السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الصحة أن ينظر نظرة أبوية أو أخوية إلى خريجين كليات العلوم، وليكون هناك فد بروسي يعني حد معين لكي يعرف الإنسان حقه الحقيقي، فلا يمكن يتساوى جميع في الحقوق. الطبيب يأخذ يعني ولو حقه أكثر من المفروض يأخذ أكثر من هذا، لكن نحن البيولوجيين نتعامل بصورة مباشرة. يعني انا اقول لك دا اشتغل بالتدرن واشتغل بالبكتيريا والفيروسات مباشره، ومخصصاتها حال اي واحد يعني بالمستشفى، بينما غيري لا ياخذ 100% وهو مكان غير يعني مو الحقيقه مالته. وان شاء الله نرى من الحكومه والقياده الدوله ان تنظر لنا بنظره اخرى، لاننا نحن من الناس المعتمد علينا في خاصة في تشخيص الأمراض والأمراض وأعمال البيئة. رحيم، نحن خريجين كليات العلوم، نمثل مجموعة كلية العلوم، وهم خريجين مهمشين بالتعيين
ذلك من وزارة التربية، وزارة الصحة، وزارة الصناعة، هواي وزارات احنا تطلبنا بس يعني ما نحصل الوجه المباشر اللي هم يعطونا اياه. فاحنا يعني بدينا بهالمظاهرة هاي، واحنا عندنا يعني حملات على الفيس من وقت يعني كلش بعيد، الناشد بالمسؤولين، الناشد بالبرلمانيين من خلال وزير رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اللي هو قال لو كنت مكان أولئك الخريجين العاطلين لسلكت طريق المطالبة من خلال الحملات. يعني ونطالب احنا أكثر من مرة بإضافتنا خلال التدرج الطبي قانون رقم 6 سنة 2000، لأن احنا شغلنا شغل يعني شغل صحة، يعني بخص بالذكر هي مو احنا مو قسم أو قسم عن ثاني، وإنما هي جميع الأقسام، بس اللي تمس الصحة يعني عندنا البايو، عندنا الكيمياء، عندنا التحليلات، عندنا الفيزياء الطبية، هاي شغلات يعني شغلات طبية، شغلة الأجهزة، عندك الفيزياء شغلات أجهزة المفاس الحلزوني الرنين، هواي عندهم شغلات. إضافة الكيمياء يعني رئيس المختبر يسموه كيمياوي، اللي مسمى الوظيفي مالتنا احنا، البيولوجي بكتيرولوجي، هواي يعني عندنا شغلات احنا. والله احنا يعني من حدود سنتين الى اكثر احنا نطالب ويعني ونقرا وندز مطالبات لهم، وعندنا القانون مالتنا التعديل الطبي قانون رقم 6 سنة 2000 انقرا مرتين بالسنة، الدورة البرلمانية الفاتت قراءة والقراءة الثانية، وصل للتصويت، خلصت المرحلة البرلمانية، فقالوا يعني ارادوا يعيدوه مرة ثانية، وصار لنا لقاءات ويا برلمانيين خلال هالدورة هذه. يعني عندنا احنا بالنجف، احنا احكي عن النجف اني يعني عندنا ماجد الوائلي، عندنا علي الشكري، التقينا بهم قالوا ان شاء الله احنا من ضمن الجلسات الجاية هو القانون راح يندرج، يعني نقراه مرة ثانية ومرة ثالثة، العفو مرة ثانية وتصويت، الدور يتحول لوزارة المالية ومجلس الوزراء. والله ان شاء الله اعتصام ان شاء الله مو مظاهرات، لان احنا تعبنا كلش. يعني انا احكي وياك خريج 2015، واكو ناس من 2012 13، يعني 4 5 سنوات 6 سنوات خلص كل شيء ما حصل، لا قطاع خاص يفيده، لا قطاع العام يجي وياه، يعني منين ما تروح تعبانه. جينا القطاع الخاص يقول لك اريد خبره، زين الخبره ما تجي الا من الوظيفه، تروح له بالوظيفه يقول لك انا ما احتاجك. يعني انا احكي عن نفسي، خلصت الكليه اروح للمدرسه يابا انا مجاني جاي ادرس مجاني، اقول لك انا جاي ادرس مجاني، يقول لي هاني ما احتاجك، والله شاهد فوق راسي المدرسه اللي كانوا يدرسون بها ما بها ماده الكيمياء، ماكو مدرس كيمياء. يعني الطلاب قبل الامتحان يمكن باسبوع اجاهم شو يسموه اجاهم فد هيك محاضر، يعني رحمه الله على روحه بهاي الساعه، انطاهم الماده هيك لخص لهم اياها وطلع، ونجاحهم هيك النجاح. انا اقول لك عليه كذب، يعني لا نجاح ولا هاي، من يومهم النسب حطوها. فانا احكي من خلال قناتكم الموقره ان شاء الله، المجلس يعني مجلس النواب هو السلطه التشريعيه، لازم يشوفونا فد حل. يعني احنا اعدادنا ترى اللي يقول لك 10000 و15000 يعني فوق اكثر، الله شاهد على كلامي. يعني كل سنة إذا تخرج الكلية صباح ومساء بالمية أحسبها من 2012 لحد 2019 راح تطلع فوق 20000 طالب. وتحياتي يعني الجميع إن شاء الله بلكة الله وأهل البيت يوفقونا، لأن إحنا حل تعبنا، ونلتمس منهم الخير والبركة. طلاب وخريجي كلية العلوم، نطالب اول شيء احنا حاليا يعني الكليه ما لها اي تعيين، ما لا يعينونا، لا احد مهتم بينا، يعني حتى مسمى وظيفي مالنا. فنطالب اول شيء بشمولنا، اول شيء بتعيين مركزي، حالنا حال المحل الطبي، حالنا حال الكليات المهنيه الطبيه. يعني هسه المحل الطبي لهم تعيين مركزي، هم سنتين، احنا 4 سنين نداوم، ودراستنا اقوى من دراستهم. يعني 4 سنين انا مقضيها اداوم وروحه وجيه واقسام وعايشين هاي الضيم، ولا خير، لان لا تعيين لا شيء، شو عندي دارس؟ ثاني شيء الكليه اذا هينا، يعني اذا هيك ما لها تعيين، ليش مخلين كليه وليش فاتحينها اصلا؟ يعني اذا ماكو تعيين طالب بالغالي الكليه اصلا، ما حاجه طلاب 4 سنين تداوم وبالاخير يقول لهم الله وياكم، هاي رحم الله والديكم على تعب تعبتوا وتوكلوا لاهلكم. يعني ابسط شيء اذا ماكو تعيين، والله العظيم نطالب من الحكومه تلغي اصل الكليه، تلغيها على شنو احنا نداوم؟ فالغاها احسن والله، اذا ماكو تعيين الغاها. بعد التعيين
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا مجموعه من خريجي كليات العلوم المعطلين عن العمل، اليوم طلعنا هنا تظاهره بساحه التحرير للمطالبه بحقوقنا المشروعه اللي هي ابسط الحقوق، انه نطالب بالتعيينات. احنا مجموعه شريحه كبيره كلش بهذا البلد، الاقسام عندنا متنوعه، نقدر نشتغل على عده وزارات. للاسف كل تعيينات بدوائر الدوله من تنعلن ما يطلبون علومي، يعني اكثر الخريجين اللي قاعد يطلبوهم بقيه الخريجين العلومي ما يطلبوه. فاحنا نطالب السيد رئيس الوزراء الدكتور المحترم عادل عبد المهدي انه من المبدا اللي هو وضعه المنشور اللي على الفيسبوك اللي نشره قبل لا يصير رئيس وزراء، انه لازم تكون ثوره شبابيه للمطالبه بالحقوق. من هالمنطلق هذا احنا نطالبك السيد رئيس الوزراء انه تكون نسبة تعيينات بكل دوائر الدولة وكل وزارات الدولة توضعها أنت حضرتك بالاتفاق مع تكون لجنة مشكلة بين الخريجين وبين حضرتك حضرة جنابك، وتكون أنه نسبة تعيينات توضعها بكل دوائر الدولة، تجبر دوائر الدولة أنه تأخذ من هاي الأبطال الشباب الخريجين اللي تعبوا ومعدلاتهم عالية كانت بالسادس بكل الثمانينات، وبالتالي قعدوا بالبيت وما حصلوا أي شيء. احنا اليوم طلعنا خريجين كليات العلوم بالعراق عامة نطالب بإقرار قانون التدرج الطبي لسنة 2000، واللي هو انقرأ قراءة أولى وقراءة ثانية، لكن لحد الآن ما شفنا أي شيء أو أي نتيجة. ثانيا نطالب بالتعيين المركزي للأقسام الصحية أسوة ببقية الكليات. وإحنا طبعا مجموعة من الخريجين اللي صار أكثر من يعني 10 سنوات أو أكثر، يعني هو الخريج العلوم بصورة عامة من يتخرج ما يلقى أي وظيفة، يروح على التربية ساندة، على الصحية على الصحة ساندة، على باقي كل الوزارات يقولون ساندة. زين ليش ساندة؟ أي وزارة إحنا تكفلنا؟ ليش أصلا مخلين كلية العلوم إذا تخرج الآلاف بالسنة ويبقى الخريج عاطل عن العمل؟ ليش يعني هاي الكلية؟ وليش كلمة ساندة؟ ومن تطلق؟ وبالنسبة لقانون التدرج الطبي أيضا كلمة ساندة وحسب الاحتياج. زين إحنا ما يحتاجون شلون؟ بقية المعاهد الصحية والطبية، أقسام التكنولوجيا، الأقسام البقية يعني سووا تعيينهم مركزي، فإحنا نطالب بهذا الشيء. يعني علوم من أقسام التكنولوجيا والفيزياء والكيمياء بتعيينهم في وزارة النفط، وكذلك نطالب بتخصيص نسبة ثابتة لخريجي كليات العلوم لتعيينهم في مختلف الوزارات.